وبلاد جديده بقت حاكمه. اذا الاسبوع الجاي في مكان ايمن حسن. اخوي مصباح مرحبا بيك. وبيك عايش. سمحنا خلقناك المره هذه يا اخي، انت يا اخي صاحبك ايمن حسن وهو سافر لفرنسا، بارك الله فيه، يعني ما خلى خدمته ووعدنا انه باباه السيد الوالد نتاعو يجي للقاء هذا، للاسف ما وفاش بوعده. تعرفش علاش؟ انا حبينا بوه يجي. بوه هو حلاق في حمام سوسه، وكان يحلق لبن علي، وكان يحلق يعني معناه محمد شغال والكثير ايوه كذا كذا. حبينا يا مصباح يا اخويا يعني يكون سيد الوالد نتاعو بحذاه لعل يفيدنا، لانه هؤلاء المهن، هذه المهن تعرف اسرار المواضيع. مرحبا بسيادتك انت عاد يعني، وانت نعدوا في هذا في هذه الحلقه يعني. انت درت وصورت لنا يعني، للاسف فما برشا معناها فيتيارات وتحقيقات ما استفدناش منها على الغالب ضيق الوقت. ان شاء الله نستفيد منها المره الاخرى، ولكن يعني يبدو انه استحفظت لنا بالاخير بهذا التحقيق حول احد الموسيقيين صوروا ايمن حسن، وسنعود للتحديث معك انت فيه. شكرا. ريحانة هو ألبومي الأول، يحتوي على 7 قطاع موسيقية، يعني موسيقى التي ترتكز أساساً على آلة العود اللي هي اختصاصي، يحتوي على 7 معزوفات اللي هما أسوار المدينة، رموز ملامح في ثناياها، وريحانة من تأليفي، وإعادة لأغاني جاك بريل نوميكي با إيكونتونا كولامور. الألبوم كما تشوفوا معطي يحمل عنوان ريحانة على اسم المعزوفة الأولى، وريحانة هي على اسم شخصية الجارية في رواية حدث أبو هريرة قال للمسعدي، اللي منها هي سلهمت هذه معناتها الجمل الموسيقية اللي في الأخر شكلت بها معزوفة ريحانة. مشاريع المستقبلية مش نواصل زاد كذلك في نفس النهج الموسيقى الآلاتية، ومش نحاول نمزج بين الموسيقى العربية في قوالبها وفي مقاماتها وطبوعها مع الموسيقى الكلاسيكية الغربية. إن شاء الله المشروع هذا يكون حاضر خلال سنة أو سنتين المقبلتين. يعطيه الصحة أيمن حسن، زميلنا ديما عنده ذوق يعني مخصوص، نخبه ويرى مشي باريس توجيب لنا حاجات أخرى إن شاء الله يا أخي. إذا كما جبناش موتوا يطردونا جميعا، مو تفهمنا. ونشكر، حبيت نشكر أيضا يعني الموسيقار الموسيقي إحسان العريبي، وهو أستاذ أيضا يعني ويدرس الموسيقى ويمارس الموسيقى، وسمعنا أشياء جميلة إن شاء الله يعني نستفيد منه. مصباح أنا شخصيا فيما يخصني في هذه الحصة أنهيت دوري، نقول للسادة المشاهدين معكم مصباح الجدي هو الذي يكلمكم الكلمة الأخيرة فيما يخصني. السلام عليكم، والحمد لله عملنا الاحتفالية هذه مغامرة، وإن شاء الله ما أثقلناش لحتى حد، حاولنا فقط نستعيد الذاكرة ونقول يهديكم، راهو ما تتعاملوش مع البلاد هذه بهذه الطريقة التي تحاول أن تمحو كل شيء. شكرا. أنا فقط نقطة، أشرنا في الحلقة هذه إلى جانب من جوانب الشأن العام في قطاع الإعلام، بودي أنه الإعلام التونسي ينضبط شوية للمهنية والابتعاد عن الإثارة، هذا هو اللي حاجتي به. ربي يفضلك. شكرا، بارك الله فيك. صحة.